نتحدث أكثر عن هذه المخاوف مع الدكتور محمد داوود استشاري الموارد المائية في هيئة أبوظبي للبيئة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور محمد. يعني هذا التقرير يشرح يفصل، ولكن طبعا المعلومات المخاوف ليست جديدة. في إجراءات يجب أن تتخذ لتقليل استهلاك مياه الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية والخزانات، هل صعب أن تتخذ هذه الإجراءات؟ طبعا هو مش من الصعب أخذها، لكن هي بتحتاج إلى استثمارات رأس مالية، وبتحتاج إلى عزيمة وقرارات يجب أن تنفذ، وتشريعات ولوائح وتنظيمات. علشان نعرف إيه الموضوع، مشاكل موارد المياه، يجب أن نعرف أن احنا موارد المياه على سطح الكرة الأرضية ثابتة، وبالرغم من ذلك فبيتزايد عدد السكان. احنا النهاردة عدد السكان بنتكلم على حوالي 7.6 مليار نسمة، بحلول عام 2050 هنصبح عندنا 10 مليار نسمة. بالتالي سوف يكون هناك زيادة بمعدل 30% أو 35% في الاحتياج إلى موارد المياه العذبة. مشكلة موارد المياه العذبة أنه بتتعرض لمشكلتين رئيسيتين، أنه الجفاف في بعض الدول بتكون دول جافة وشبه جافة أو شديدة الجفاف والقحولة، وبالتالي لا يوجد مصادر مياه كافية يعني التوازن مع معدلات النمو السكاني والاحتياج للغذاء وغيره. على الجانب الآخر، بعض الدول التي لديها بعض موارد المياه، هناك هدر، هناك تلويث، هناك سوء إدارة في هذه الموارد، وبالتالي يوجد خلل في ميزان المياه ما بين الموارد المتاحة وما بين الاحتياج أو الطلب على هذه الموارد. علشان نحل مشكلة المياه يجب الموازنة ما بين طرفي المعادلة، ما بين الموارد المتاحة وما بين الطلب على هذه الموارد، من إحداث توازن. التوازن يكون بموضوع زي ما حضرتك قلتي، الترشيد، سوء عدم الإدارة السيئة أو حسن الإدارة، الإدارة المتكاملة لهذه الموارد، عدم الهدر، كفاءة استخدام أو تعظيم كفاءة استخدام هذه الموارد، طبعا الكفاءة الفنية أو الكفاءة الاقتصادية وإيجاد عائد منها، وإن هي تكون مصدر للغذاء. وبالتالي يجب إن احنا نحافظ على هذه الموارد. المشكلة الثالثة للموارد المائية في بعض كثير من الدول، إنه بعض الأنهار، ويمكن ثلثي الأنهار في العالم كله، هي عبارة عن أنهار مشتركة، ولا يوجد يعني إطار تنظيمي ما بين الدول وبعضها لمشاركتها في هذه الموارد المائية المشتركة، وبالتالي قد تحدث نزاعات، وقد تحدث حروب ومشاكل كثيره جدا ما بين الدول وبعضها. كثير من المستنقعات وبحيرات المياه العذبه في العالم، يمكن 70% من اعتبارها من عام 1900 وحتى الان، تم تجفيفها واستخدامها اما للزراعه او للسكن والبناء وغيره، والاهوار في العراق نموذج على ذلك. كل هذه مشاكل بتواجه الموارد المائيه. إلى أي درجة الموضوع اليوم هو موضوع، أو المشكلة، الحلقة الناقصة هي قرارات وليست قدرات؟ لا، هي الاثنين سعادتك أستاذة ميسون. والمطلوب، إحنا هناك أربع محاور يجب العمل عليهم لتحسين وضع المياه في العالم. الوضع الأول هو الوضع التقني والفني، من استحداث تكنولوجيات تستطيع أن توفر لي موارد مياه جديدة بكلفة أقل، يعني تحلية بطرق مبتكرة، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجته بطرق مبتكرة وحديثة قليلة التكلفة وذات كفاءة عالية، واستكشاف موارد المياه التي لم نعرفها زي المياه الجوفية العميقة وغيره. على الجانب الآخر، نحن نحتاج إلى تكنولوجيات في الزراعة الحديثة لتعظيم كفاءة المياه وإنتاج غذاء أكثر بكميات أقل. في نفس الوقت أنا محتاج كفاءات علمية للتعامل مع هذه التكنولوجيات وتحديثها وتطويرها. أنا محتاج المحور الثالث هو الآليات التنظيم والتشريعات والقوانين. والرابع هو التوعية والتعليم. لابد أن يكون هناك توعية للمستخدم النهائي بأن هذه الموارد ليست دائمة ومستدامة. أنا أشكرك جزيلا، اعذرني انتهى وقتنا. دكتور محمد داوود استشاري الموارد المائية في هيئة أبوظبي للبيئة، شكرا جزيلا لك.